تقول السائلة بأنها أم ولها 5 من الأبناء، وأصبح الحمل يتعبها كثيرا وتعاني من أمراض المسالك، وأفاد الطبيب بأن الطفل سيكون مشوها أو ميتا، فهل يجوز لها أن تجري عملية ربط عدم الإنجاب؟ لابد من تقرير جماعة من الأطباء عن حالتها، ثم تعرض على أحد العلماء أو على اللجنة، لجنة الإفتاء، وتنظر في تقرير الأطباء وتفتيها. أما أن على طول تمنع الحمل، هذا لا يجوز لها إلا بفتوى من جهة علمية بناء على تقرير جماعة من الأطباء موثوقين، ما يكفي تقرير الواحد، الطبيب الواحد. نعم.